مساء الخير أعزائي مشاهدي ومتابعي أبو كبير ميديا. إحنا النهاردة في حقل قلقاس، زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله ما شاء الله، الزرع جميل، القلقاس جميل. إحنا هنا في قرية شنوان بمحافظة المنوفية. القرية دي كلها على مدى الشوف زي ما حضراتكم شايفين كده كلها قلقاس، يعني ما فيش غيط ما بيزرعش قلقاس، كل الأراضي اللي حوالينا على مدى الشوف قلقاس. هنتكلم طبعا مع المؤسسين هنا للقلقاس، عم حنفي وابنه، هنتكلم معاهم ونشوف موضوع القلقاس بالظبط. احنا بقى زي ما حضراتكم شايفين بيخلع القلقاس ازاي. القلقاس اهو اللي حضراتكم شايفينه ده، تنظيفه ده من الارض. يعني الولاسة دي كلها بتصفى على الحتة دي بس؟ بس لسه بيكبر عن كده، بيكبر كمان شوية عن كده، بيكبر بيكبر كتير. ورينا الشكل كده، عرفنا بنفسك بقى وقول لنا موضوع القلقاس ده عندكم في البلد. معاكي محمود حنفي عصر، تمام، منوفية شنوان. زراعتنا يعني افضل زرع عندنا هنا زراعة القلقاس، ماشي، اللي هي بنستجيب منها وبنعرف نمسك فيها قرش والحكي وكده يعني. بس للاسف بقى ان برضه مفيش معضله تصدير لها. انتوا بتديهوا للتجار والتجار هم اللي بيصدروه؟ بنديه للتجار بقى بالقراط كده، والقراط والتاجر بيتحكم في الـ في الـ في الزرع وفي الفلاحين، وبيجي ياخده بقى باي سعر هو عايزه. تمام، قول لنا بقى الموضوع الولاس ده في الارض ده بقى له قد ايه؟ ده دلوقتي كده مزروع بقى له 6 شهور. 6 شهور. القريه كلها، انا شايفه ان هي البلد كلها البلد كلها بتبيع ولاس. البلد بالاجماع كلها والقياس. تمام، سوي البلد كلها مزروعه بالاجماع، اغلبيتها مزروعه والقياس. مزروعه ولاس بس؟ يعني بقالها قد ايه بقى البلد بتزرع ولاس؟ بقالها كتير، انا طلعت من صغري كده لقيت انا عندي 47 سنه دلوقتي. ده شكله ولاس بعد ما بيتقطع؟ انما ده شكله في الارض. وده كده شكله في الارض. زي ما حضراتكم شايفين على مدى الشوف القلقاس، يعني تقريبا البلد كلها زرع القلقاس، ما فيش غير شجره جنبنا بس مش عارفه شجره ايه دي، شجره ليمون. شجره ليمون. متزرعينها هنا في البيت. انما زرعنا كل اللي هنا قلقاس بيطلع بالشكل ده. انت بتقول ده الحجم اللي بيطلع عليه ولا لا ده لسه بيكبر عن كده. البركه ساعات بتبقى بتعمل 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. بس ممكن لو انت عايز تقطعه كده برضو بتقطعه، بيبقى طعمه حلو برضو. هو كده يتاكل عادي، هو كده يتاكل، كده يتاكل عادي، حلو. يعني القلقاسة دي كلها علشان الحتة دي؟ انت شايف ان القلقاس دلوقتي اختلف عن الاول بس هو الطعم واحد؟ هو الطعم هو حلو. الاسعار بتاعت القلقاس اخبارها ايه؟ الاسعار برضه يعني هي دلوقتي كويسه شويه، انما يعني برضه التاجر برضه بيتحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاسعار. بس خلينا نقول مهما التاجر كانت بيتحكم في اسعار الاسعار. القلقاس هيبقى ارخص واحسن اكله بالنسبه للطبقه الغلابه، او على الاقل على قد حالهم. الله يرضى عليك. يعني نعم الكيلو بكام نعم مثلا في السوق؟ الكيلو بنباع ب 10 جنيه، وكان بخمسه وكان وب بخمسة 10 وكان برضه هيبقى حلو، وب 10 دلوقتي اقل من بقولك البطاطس. معقول. شوف الكيلو باص ب 20 جنيه، انما دلوقتي ده ب 10 جنيه، نص بالنص، ال 10 جنيه وزرعة متعبة مكلفة. والكيلو ياكل اسره، يعني زرعة الكيلو لما مكلفة. يتقطع يجي اكل اسره، لان دي لما تتقطع بتتقطع من هنا كده. بتنشال من هنا خالص كده، ايوه، بتنشال من هنا من على وش اللحمية على طول كده، ودي اللي بتتاكل. ما شاء الله. القلقاس عامة معروف ان هو طعمه حلو. قولي بقى القلقاس هنا، انت بتقول من ساعة ما جدك ووالدك وكلكم انتوا هنا بتزرعوا قلقاس، صح كده؟ ايوه. يعني من كام سنة تقريبا؟ انا طلعت، انا عندي بقولك 47 سنه دلوقتي، ما طلعت لقيت ابويا بيزرعه وسيدي كان بيزرعه قبل مني، ما اعرفش بقى كان الفتره اللي فاتت دي كانت بلد يعني اصلا. ما نقول من مئات السنين بقى. بقى لنا زمن بالنسبه لي. والله القلقاس زي حضرتك زي ما انت شفت كده، ابني بقى هو يعني وراكي زرعه، هو اتقلع لك واحده واحده وشفتيه. هو القلقاس زي ما انت شفتيها كده في ايده. زي ما شفتها كده كده بقى، التجار بتيجي تقلعوا وتنضفوا زي ده كده، وجلسته بتبقى طويله كمان شويه عندي كده كمان يعني، ويجي يعبوه ويشيلوه. بس احنا بنبيعه بالقراض. طب بالقراض
بنبيع بالقراط، انما عشان بنوزنه لهم ولا بن موضوع القلقاس ده بقى له كام سنه عم حنفي معاك؟ موضوع القلقاس ده يمكن دخل في 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 90 سنه، في 100 سنه كده اكتر. انت طلعت لقيته؟ انا طلعت لقيت جدودي بيزرعوه. طبعا الزرعه دي ما بتخلاش من الارض لا بتاعتك على طول، ولا انت ولا جيرانك تقريبا؟ لا انا المنطقه كلها كده زي ما انت شايفها كده، لو مشيت كده بحري قبلي كده على طول هتلاقي دي كلها قلقيس. قلقيس بقى بنساو نفسنا لنص النزل لتلت النزل من ساعه ما كان القلقاس بقى بنص جنيه وبجنيه والكلام ده، صح كده؟ من زمان قوي كان، وكان بربع جنيه كمان. كان بربع جنيه الكيلو، وكان بريال احسن اكل يا عم حنفي. هو يعني احلى اكل وارخص من البطاطس وحلو وموجود. ارخص من البطاطس، وفي الشتاء كمان بقى اكله بيبقى 100 في الشتاء. موجود عندكم طول السنه؟ على طول. هو ما بينقلش من الارض، بيفضل سنة 12 شهر يحتبر القلقاس شغال.